مصور طقس متقلب عم بيسيطر على اجواءنا لليومين اللي جايين. لبكره جونا غائم مع امطار متفرقه غزيره احيانا مترافقه بعواصف رعديه بتخف حدتها ليلا مع انخفاض بدرجات الحراره اللي رح تتسجل على الشكل التالي. نبدا جولتنا مع عكار و17 درجه 20 بطرابلس وبالعاصمه بيروت و21 بصور. ننتقل لبعلبك مع 12 درجه 8 باللقلوق 13 بزحله و15 بجزين. نسبه الرطوبه عم تسجل اقصاها على السواحل 75%، رياح اتجاهها شمال غربي وعم بتسجل سرعتها 35 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمائج. كيف رح بكفي طقسنا للأيام اللي جاية؟ إذا لبكرة مثل ما ذكرنا جونا غائم مع أمطار متفرقة غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية ودرجات الحرارة على السواحل عم بتسجل 20 درجة. تستقر على 20 لنهار الأحد وبيبقى جونا متقلب بيستقر تدريجيا خلال النهار تيستقر بالكامل لنهار الاثنين مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة لل 21 درجة ولنهار الثلاثة ترتفع درجات الحرارة لل 22 درجة وجونا غائم كليا. هون بنوصل لختام نشرتنا، أنا بلاقيكم بكرة بنشرة جديدة. تصبحوا على ألف خير.